بمركب 45 شخص كنا قاعدين بمركب واحد صغير وبوليس التركية طلع علينا سلاح كان بده يرمينا بس احنا كتير حاولنا نهرب منه حسيت بحياتي أعطاني ربي جديدة وراح أشوف يعني أسعد أيام في حياتي بس وين لسه ما شفنا شيء مستنين كمان والله بالجزيرة قالوا لي لا بالجزيرة ما كان منيح لأن كنا بخيم وكتير باردة كانت قالوا لي بالجزيرة قالت لي المرة روحي هونيك هوتيل 5 نجوم للبنات بي قلت لا أنا بدي أروح على المدرسة ما بدي شيء تاني لأن هذا الشيء أنا جيت كرماله من الإيران قمت جيت لهون بس هلا هذا الشيء يعني ماسكينه عني كثير أنا مزعوجة ليش أنا يعني هلا يعني حتى كرهت المدرسة كرهت الحياة كلها قلت خلص حتى ما بدي أعيش بها لا بعد اشتاق لأهلي ولا عاد أبكي ولا عاد انزعج من شيء كل شيء صاير لي عادي لجوء قالوا لي أو لجوء أو ترجع على إيران قالوا لي بنعطيك مصرات تربي الرجعة الديبورت قلت لهم ما بدي أنا بدي ضل هون بس وقت فهموا أنه 17 سنة عمري قالوا لي بيجوز فيك تضلي هون أخذت لجوء بس شو الفائدة لثلاث سنين ما بحسن أخذ غاب ما بيعطي الباسبور وبروح بشوف أهلي بالأقل أحكي معهم ليش بدون مساعدة أمي عم تبكي أختي مزعوجة جاي من بيت زوجة أخوي ما بيروح المدرسة يعني بيجي تعبان من على الشغل صغير 14 سنة عمره بسبب هذا الشيء أوقات بحس حالي إنه أعمى ما عم بشوف شيء لأن أهلي عم بيتعذبوا قدامي وأنا مو بس أعمى كأني متكسر رجلي وإيدي يعني هيك شيء يعني بس يعني متشطحة ما بحس نعم بعمل شيء